على مستوى الإدارة المركزية أخذنا هذه المسودة وجمعنا قضاة ومحامين النقباء وكتاب ضغط وأساتذة الجامعيين ومن يمثل المفوض القضائيين ومن يمثل العدول ومن يمثل الخبراء، واشتغلنا أياما طويلة حتى استوت هذه المسودة على عودها، ومشينا عند الأمانة العامة وناقشنا. وأذكر أنه بقي واحد جوج مواد ثلاثة هما اللي كان فيهم الخلاف، فكما أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، أنا أيضا يعني كوزير أدركتني الولاية التشريعية، فطبعا لم أستطيع أن أفي بالتزاماتي باتفاق مع الحكومة لتقديم هذا المشروع على البرلمان. مصطفى، هذه المسودة هي اللي اليوم عرضت ولا مختلفة عنها؟ المسودة ها هي المسودة اللي كانت في غشت 2015، ها هي، فهي الأساس لهذه المسودة، لكن لهذا المشروع. لكن أشهد بأن أدخلت تحسينات جيدة، يبدو أنها أدخلت في عهد الأستاذ أوجار والأستاذ عبد القادر وكذلك في عهد الأستاذ وهبي، كاين هناك تحسينات جيدة وأقول جيدة جدا، لكن للأسف تدخلت يد قلم مرتبك، قلم مرتبك تدخل فأحدث ارتباكات في بعض الفصول ما كان لها أن تكون، وهي محدودة وأستطيع أن أحصيها. وكان يمكن أن يصدر هذا المشروع ويصدر التي خلقت المشاكل. تدخلت ايادي مرتبكه واربكت مشروع قانون المسطره المدنيه، وانا اقول ليس لم تربكه فقط بل زرعت فيه سما قاتلا، كيف تيقولوا في لغه الاجتهاد في دفع عدم دستوريه القوانين، انه القاضي الدستوري خصو يبحث على السم فين كاين في المقتضيات لازالتها، وبالتالي هذا السم القاتل كيجعل من كل ديك المقتضيات اللي كتبان لنا مهمه واساسيه هي مقتضيات غير ذات معنى بالمقارنه مع الاهداف المتوخاه من مشروع قانون المسطره المدنيه. السياق العام كنعرفوه جميعا، ولكن جزء منه واللي هو اساسي في المغرب هو اللي تكلم عليه الاستاذ الرميد، واسمح لي لك ربط الاسم اكثر من مره لان الوقت اللي كيتذكر انا ما كنتش سياسي وما عمرني عرفت الدواليب ديال الحكومه وما عمرني دارت الدواليب ديال الوزاره، انا محامي من اللي بديت. وكنسمعوا اسماء، اسماء اللي عطات في تلك القضاء وعطات في التشريع، وبالتالي كنخرج بواحد الخلاصه بسيطه جدا، هو التشريع هو ابداع وانتاج واجتهاد رجال. اكثر منه اجتهاد وابداع مؤسسه. ربما انا غنطرحوا المشكل بالعمق ديالو ومفهوم ديال الديمقراطيه والتشاركيه الى اخره، ولكن هذا هكا كان بمعنى مهم واساسي. اذا بغينا نقولوا بالخلاصه والاستنتاج ومفهوم المخالفه، الذي اربك هذا اربك مشروع قانون المسطره المدنيه هما رجال ايضا ينتمون ربما الى نفس الجهه، وانا غادي نوضح اكثر من بعد. إذا السياق العام إلا بغينا نتذكروا عليه بسيط، السياق العام هو أن جينا بعد دستور 2011، جينا بأحلام وبطموحات دولة الحق والقانون، وجينا بفكرة استقلال السلطة القضائية وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وبدأت الدينامية اللي توجات بتوصيات إصلاح مثلا إصلاح الوطني لمنظومة العدالة اللي كان فيه جهد كبير، واللي عطى خلاصات واستراتيجيه واهداف، والنتيجه ديالو طبعا اللي غتجي من بعد هي استقلال السلطه القضائيه وهي النيابه العامه كما نراها اليوم. مؤديات ذلك شنو هو؟ هذا هو السياق. السياق سنبداو من 2011. من قبل 2011 عهد اخر، من بعد 2011 بدينا في عهد اخر اللي المفروض فيه بمقتضى الدستور الروح ديالو السياق ديالو فجاه ودباجة ومتنا، المفروض اننا خصنا النقاش اللي كنذكروا الان هو نقاش ما قبل دستور 2011، وغادي نجي علاش ما قبل دستور. هذا النقاش اللي كاين، المعضلات اللي كاينه اليوم هي تعود لزمان، ماشي ربما حتى قبل 2011، ربما ما كناش نعانيو من المقتضيات اللي كاينه اليوم وغادي نذكروا فيها من بعد. اذا السياق هذا سياق عام
هو الدستور، هو كاع هاد المسائل اللي تكلمت عليها، هو الحكومات المتعاقبه، هو الجهد اللي تبذل في تخليق القضاء، في تخليق منظومه العداله، في تصور جديد لمفهوم العداله، الخطابات ديال جلاله الملك مرتبطه به، كل هاد الامور. ولكن في نفس الوقت تلقاو بان النتيجه تلقاو فيها مشكل. ولكن انا غنستحضر السياق الخاص ايضا، راه ما يمكنش نفهموا زميلاتي زملائي الحضور الكريم ما وقع في في مشروع قانون المسطره المدنيه الا ما شفناش السياق الخاص. راه نتكلم عليه، مشروع المسطره المدنيه هو اجوبه على اشكالات طرحت بناء على دراسات وعلى تقارير وعلى مواقف وعلى خطب، جزء كبير منها صدر على السيد رئيس المنتدب للسلطه القضائيه وعلى التصور ديال رئاسه النيابه العامه، وان مشروع قانون المسطره المدنيه يجيب على الاشكاليات في نصوص معينه بناء على ما تم التركيز عليه في هذا المضمار. بمعنى اخر، ان التقارير والدراسات اللي تم اعداد ديالها تم تاويلها من طرف الفاعل السياسي وترجماتها بشكل لا علاقه له بالاهداف المرسومه، اذا كانت الاهداف المرسومه هي اللي في بالي. علاش؟ ملي كنجيو النجاعه القضائيه والاسراع في تصريف ومعالجه القضايا، راه كنتهموا المحامي والدفوع وحقوق الدفاع هي السبب. وإلا هضرتي مع اي واحد يقولك بانه في واحد الجهه معينه، يقول بانه السبب ديال تراكم الملفات والقضايا وما تعج به المحاكم من اشكاليات ومن قضايا ومن تراكمات ومن بطء ومن كذا، كله مرتبط بديك الاجال ومهله والى اخره. وبالتالي خصنا نواجهوا هذه الاشكالات، زائد الطعون، زائد الحق في اللجوء الى القضاء. وبالتالي بدل ما نشوفوا، بدل ما يكون اجتهاد في العمق ونقولوا باننا احنا في دوله اللي ما كاينش، انا اسمحوا لي، دوله من الدول القليله اللي نتقل كاهل القضاه بالمئات ديال الملفات، وكنطلبوا منهم يحكموا في واحد الاجال ما يسمى اليوم بالاجال الاسترشاديه. ومشروع قانون المسطره المدنيه راه فيه جواب على الاجال الاسترشاديه، ماشي غير الاجال الاسترشاديه، على الزمن القضائي الاسترشادي تاهو. بمعنى انه تعطيل الزمن القضائي بمقتضى الملء والمساطر اللي كاينه والمقتضيات اللي هنا اللي كاينه في مشروع قانون المسطره المدنيه، فهذيك النصوص اللي هي 8 ولا 9 ولا 10 فيها جوج، من بعد غنرجعوا ليها باش ما نشوش على المنهجيه اللي طرح السي عبد الحق. اذا السياق الخاص راه ما يمكنش نعالجوه بدون وضوح، ما يمكنش نعالجوه. من يشرع اليوم؟ من يشرع؟ من يعطي معلومات مغلوطه عن المحاماه وعن المحاكم؟ من يعطي صوره سيئه ويشيطن المحاماه ويعتبرنا وكاننا احنا هو السبب ديال المآسي اللي كاينه في المحاكم؟ لان هذا المشروع مره اخرى اؤكد بانه جيد، لكن شابته شوائب افسدت بعض مقتضياته، وانا مؤمن اشد الايمان انه اذا حسنت النيات يمكن استدراك الخلل التشريعي الذي يعني خالط هذا النص، ويمكن للنص ان يتخلص منه. وطبعا كاين هناك مستويات مختلفه، كاين المستوى الاول هو واحد المجموعه اللي يمكن نقولوا واحد 6 خلال 7 اللي هي شويه بالنسبه الي كبيره، والباقي يعني في مستوى يعني يمكن ان يخضع للتحسين والتجويد. ما يمكن ان يقال في هذا النص هو ان النص بدأ بناء يعني كما تركته بناء على يعني مشاورات وبناء على حوار وطني وبناء على آراء يعني المهنيين، لكن من بعد الوزير لما كيمشي يبغي أن المجلس الحكومي يوافق عليه كيخصو عند المجلس السلطة القضائية كما تقضي بذلك القوانين التنظيمية. ثانيا خصو يمشي عند هنا يد الوزاره، ويد ماشي قابله، بزاف القابلات، وهذا هو اللي اثر نسبيا على النص. بالنسبه للموضوع المرتبط بالتقاعد الكيدي، هذا حق
لكن الصياغة التي جاءت والتوسع جعل منه جعل فيه كثير من الباطل. أنا أرى بأن كل حق يقابله واجب، وأن ممارسة الحق ينبغي أن لا يكون فيها تعسر، وينبغي أن نكون متأكدين أنه بقدر ما يمارس الناس حقوقهم في التقاليد بحسن نية يوجدهم أن يمارسوا التقاليد بسوء نية. ولذلك القانون المصدر المدني الحالي ينص على وجوب تقاليد بحسن نية ولكن لا ينص على الجزاء، وكان هذا يعتبر نقصا في النص، ولذلك كان لابد أن يتم النص على جزاء معين بسبب الممارسة المنحرفة للتقاليد. المشكل ما هو؟ هو أن هذا الموضوع تم التوسع فيه من مما يمكن أن يكون الطرف المعني بالقضية هو المسؤول عنه إلى غاية أن يتم يعني تغريم المواطن بغرامة تصل إلى 10 درهم بسبب دفع يتقدم به المحامي يكون مآله عدم القبول ويظهر أن فيه ما فيه. أنا إن كنت أتفق مع التغريم بالنسبة للتعسف في استعمال الحق فإنني لا أؤمن مطلقا بالتغريم بسبب الدفوع، واعتبر أن هذا انحرافا جسيما في التشريع. أعطيكم مثالا، دابا مثلا شخص دفع بعدم القبول بواسطة محاميه، هل إن الشخص الذي تم الدفع باسمه أي الطرف الذي تم الدفع باسمه هل إن المحامي يرجع إليه لكي يعرض عليه تفاصيل الدفوع اللي هي تقنية وما إليها؟ هذا شيء لا يقع، لا يقع، لأن مهمة المحامي أن يدافع عن موكله بالمعروف وبالطريقة الملائمة إلى غير ذلك. لماذا إذا تم تصريح بعدم القبول وتقدير بأن هذا الدفع متعسف نحمل صاحب القضية الطرف يعني المواطن يعني غرامة؟ هذا بعد لا تزيد وزن أخرى. إذا كنت أنا المحامي قد أخطأت، فلماذا ستحمل المواطن مسؤولية عملي أنا المحامي؟ ولا يمكن أيضا أنك تحملني أنا المحامي لأنك ستحد من حقي وواجبي في ممارسة المهنة على الوجه المطلوب. إذن ينبغي أن نفرق. بالنسبة للطلبات أنا أقول نعم هناك ممارسة أحيانا منحرفة وينبغي أن يعاقب أصحابها عقوبة رمزية بغرامة معينة. أنا أعطيكم مثال، هذا النص نفسه جاء مثلا طعن بالزور على أساس إنكار خط اليد، إنكار التوقيع. أنا متفق ملي كيجي واحد السيد وكيقول لك هذا ماشي التوقيع ديالي، والمحكمة خاصها تصدر حكم تمهيدي، وخاصها تمشي دير بحث، وخاصها تمشي دير خبرة، وفي الأخير يتبين بأن هذا كذب وأن توقيع توقيعه، هذا راه أخذ من وقت المحكمة، هذا راه عطل العدالة، هذا راه تعسف في استعمال الحق. أنا بالنسبة لي خاصو يتعاقب. لكن لاحظوا كاين فرق، لما كيتعلق الأمر بوثيقة رسمية الموكل شك بأنها مزورة وطلب مني أن أطعن فيها بالزور، لماذا تعاقبه؟ هذه راه كان عارف، عارف أو نفترض بأنه عارف بأنه ما وقعش، لأنه ثبت أن التوقيع ليس توقيعه، فيمكن أن نعاقبه بالغرامة. لكن هذه وثيقة اللي هي وثيقة رسمية ديال واحد الإدارة، تصور يعني المعني بالأمر بأنها راهي غير صحيحة وبأنها مزورة فطعن فيها بالزور، لماذا تعاقبه؟ هذا انحراف تشريعي جسيم. لذلك أقول هناك شيء من الحق وهناك شيء من الباطل، ينبغي إعادة مقاربة هذا الموضوع، واحد المقاربة اللي هي معقولة. أن تخاصم قاضي، تصور انك تمشي تجرح واحد القاضي ياك، وتصور جرح قاضي وفي الاخر يتبين بانك شتي فقط من اجل كسب وقت، من اجل انك يعني دير شويه ديال البروباغندا وشويه ديال البزق، هذا منكر خصك تعاقب. ولماذا؟ لانه اذا ثبت بان هذاك التجريح صحيح هذاك
نطلبوا هذاك 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 القاضي خصو يتعاقب. لا اتفق مع بعض ما جاء في طرح الاستاذ الرميد، لا اتفق. ثانيا انه لا يمكن ان نعالج هذا الموضوع معالجه سطحيه، وكيل ما الوكيل، تمثيل ما التمثيل، لا لا لا. ما هي هدف العداله وما هي هدف المسطره؟ اتفقنا ان المسطره هي 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 طريق السيار والعداله، هي المنهج الذي يوصلني الى هدفي وهو الدفاع عن حقي ومصالحي وحريتي امام القضاء. اذا كانت هذه الطريق سهله ليست بها منعرجات خطيره ولا حفار ولا حواجز ولا الغام، ربما ساكون محظوظ في بلدي ان اصل الى حقي، وربما سيكون القاضي اكثر قناعه لانه سيصل الى فصل في النزاع بدون عراقيل وبدون ان يشعر بانه لا يحقق المساواه امامه. هذا هو. نحن نريد ان ندخل في لعبه مسطريه جديده، ما نبقاوش نتراوعوا مع الحالات الخاصه، هذا سيء النيه، هذا سيء النيه، الخصم ديالو غادي يمشي يدعي في المدني يقول بانني قاضيتني وصدر الحكم ببراءتي وصدر الحكم بعدم قبول الدعوه، انا اطلب منك التعويض، ها المصاريف، ها الضرر المعنوي، ها الضرر العائله ديالي، انا مشيت ولدي مع المستشفى، جبتيني للجلسه، جبتيني للتحقيق، جبتيني لتحقيق الخطوط، كثير من القضايا التي يمكن ان تثار. ويمكن ان نضمن حقوق الطرف الضعيف والطرف المتضرر بكل الوسائل ديالي. يمكن نمشيو للاستعجالي. يمكن نديروا لجنه خاصه على مستوى السلطه القضائيه ان تبت في الضرر الذي حقيق لاحق بالمتقاضي سيء النيه، بحال فرنسا الناس اللي تتحكم بعد الحراسه النظريه وبعد السجن تتمشي شي المحكمه تتقاضي النيابه العامه وتقاضي الخصوم، تتمشي لواحد اللجنه اللي تتعوضني على الخسارات الحريه ديالي اللي قضيت في الحراسه النظريه او في الاعتقال الاحتياطي وتمت براءتي. اذا تخصنا ندعو، نحن في حاجه الى عداله مبدعه. طيب معنى انه المحكمه ما تدخلش في المساله ديال التقاضي الكيدي، حينما القضيه تدخل في حدود الدعوه المطروحه امامه بالقبول او الرفض بجرح التحقيق باسمه الاطراف، عند واحد السلطه كبيره القاضي، ما بقاوش الاطراف هم مالكين الدعوه، اليوم يسمح للقاضي في المشروع عنده مدخل، تيمكن ينبه، تيمكن يثير، تيمكن يعني يثير امور اخرى ذات طبيعه النظام العام من تلقاء نفسه، اللي ما يقدرش ذاك الوكيل من الاب والاب والجد الى اخره انه يثيرها، هاو يحضر ذاك الوكيل مع محامي منتبه ونبيه وبدا يقول له الحقوق العينيه، يقول له بان الزور، يقول له التقادم، هذاك الشخص ما عندوش هذه الملكه باش يفهم هذا، يعني معنى انه لن يكون هناك مساواه امام القاضي، قاضي واحد عنده محامي، واحد عنده وكيل، وكلاهما له براعه في ميدانه، يمكن ذاك الوكيل عنده براعه في المجال ديال النظر، مجال الهواء والمناخ، والمحامي ولكن عنده براعه مسطريه، والقاضي يحتاج الى المسطره. ويبقى تقييم الحق وتقييم النص موضوع التطبيق يبقى له هو، ولكن المسطره هي التي يمكن ان تصل. ولذلك اقول بانه اليوم نحن في حاجه الى وضوح مسطري، اما المسطره لانها نديروها سيف عقاب، هذا اختيار، هذا توجه، بحال توجه المجلس على السلطه القضائيه اللي تقول بانه فعلا سئمت الاف القضايا اللي تطرح على عاتق المستشارين، وفعلا لا ينكرها احد، كان كثره، لكن انا كتبت واحد المره لرئيس المجلس الوطني، قلت له الاصلاح يجب ان يكون داخل المجلس الاعلى، ماشي خارج المجلس الاعلى، داخل المجلس الاعلى. كانوا القضاه اللي هما 100 120 200 قاضي في المحكمه ما بقاش كافيه. المجلس الاعلى اصبح واحد المؤسسه قدما ميلا يهم المغاربه كلهم. ها النقطه الاولى ما كاينش العدد، ثانيا الميزانيات عندنا تكون في المجلس الاعلى ميزانيات متخصصه خاصه. ما بقاش وزير يعطي الميزانيه للوزاره للمجلس الاعلى، ياك السيد؟ ثالثا نستكسيو كل ما له علاقه بالنجاح القضايا، كل ما له علاقه بالمجلس على السلطه القضايا، كما قلت كل شيء، هي المؤسسه الوحيده التي فعلا سطرت قواعد العمل حتى المعنويه حتى الاخلاقيه. واكبر ما شاء هو اللي شفنا في 2024 انه ترقيه في درجه مستوى خارج
خارج المستويات اكثر من 1000 ديال 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 الصدقه ويستحقون ذلك. اللي يشتغلوا خصهم يستحقوا، يعني القضاة خصهم يشتغلوا بهدوء باش نقطعوا الدبير ديال الفساد وتعلقات. النقطه الثانيه، لا يمكن ان نقبل عداله بحال اللي تيقول المجلس الاقتصادي والاجتماعي تيدافعوا على ذاك الميزه صنيعه بالمغرب، هذه مزيان في الاستثمار تحفيز الاستثمار الى اخره، ولكن في القضاء ما نقولوش هذا عداله صنعت في المغرب. لا، ما عندناش عداله مغربيه مغربيه قحه، ما عندناش السياده في العداله، عندنا القيام بعداله الدوليه. المجانيه ما معناها؟ ما معنى المجانيه؟ هنا في مسطره ضربات المجانيه. ما معنى المساواه؟ مسطره ضربات المساواه. ماذا يدخلون؟ ماذا دخل؟ ما هو دخل وزير العدل في المسطره المدنيه؟ وزير العدل سيدخل في المسطره المدنيه يقول بانه يمكن هو الوكيل العام بجوج. اذا تناقشوا الوكيل العام واش عنده الحق؟ اليوم غادي نسمح لي عفوا عفوا لا لا ما يمكنش. لا لا ما يمكنش. انا تشد لك تشد لك انا نشد لك. ها هيك وزير العدل شنو بينه بينا؟ لا لا كانش نبروها انها تبقى. لا مثلا كاين ولكن ما تبقاش خصها تبقى. وزير العدل فصلنا فصل قضيته مع القضاء. كيفاش يشيل؟ كيفاش يكون سلطته بحال وسيلة سلطة الوكيل العام؟ تنقول الوكيل العام مسكين نذكرو ولكن هو ايه؟ ما معنى انه وزير العدل يكون عنده موقع قدم داخل المسطرة المدنية؟ اشرح هذه المسألة أستاذ نقيب، اشرح هذه المسألة أستاذ نقيب. أنا اشرحها. اشرحها مزيان. اشرحت أنت، تعاملوا أنا وياك، عندنا شي متفقين أن يكون، هذه النقطة يمكن متفقين أنا وياك، ولكن إذا كنت وزير العدل غادي نقول لك لا. ها هو دابا عن ياسمين. يمكن للوزير العدل والوكيل العام أن يحيل إلى المحكمة المقررة إذا كان تجاوز فيها القضاة سلطتهم. هذا هو الشطط من سبب النقد ياك. والسلطة اللي كانت عند وزير العدل أنه يأمر الوكيل العام بالتعنيف في القرارات أصبحت عند الوكيل العام. إذا ليش بيجمعت السلطة الوكيل العام ووزير العدل؟ كيف يجمعوها السلطتين؟ في حين أنه أمس حينما كان الوزير العدل هو وزير العدل كان يدير طلب للوكيل العام تيقول له تنطلب منك الطعن. اليوم أصبحنا بالوكيل مادة 408. إلا سمحتوا لي دابا هاد التشريع هاد النصوص اللي هي اللي قلت بأنها فيها معيقة ومربكة لمشروع قانون المسطرة المدنية، بمن تتعلق؟ تتعلق بالفئات الهشة في المجتمع. هذا مشكل ما غيعاونيش منه فئات أخرى، هادو غيعانيو منه. وأنا غنقول أنا راه ما كنظن بأنه الحركة النسائية راه غادا تكون متألمة من بعض المقتضيات أكثر من جهة أخرى، وبالتالي غيوليو مجموعة القضايا ومجموعة الملفات بالمنطلق ديال معاقبة المتقاضي في حالة التقاضي بسوء نية راه غتصب على الملفات اللي بسيطة، وبالتالي غتوليو وأنا كنتعاطف من هذا الباب من خلال هذا الخط المشاكل اللي كاينه في المسطرة المدنية أنا أفكر في مصير القضايا ديال النساء اللي جاية في المستقبل واللي هي بسيطة واللي ما كنفكروش فيها اللي مشروع المسطرة المدنية تيضربها في العمق واللي هي الآلاف اللي كاينة على مستوى المحاكم. اللي كنقولوا للقاضي كنعطيو أنها في حالة راه جات في المداخلة الأستاذ رميد عدم قبول الدفع يترتب عنه الجزاء غرامة ما بين 5000 و 10000 درهم. الدفع ماشي تا الدواء، الدفع. وإذا كانوا الدفوع، وإذا كان أكثر من دفع، إذا كانوا خمسة ديال الدفوعات هو مقاضي على 5000 درهم ويحط 100000 درهم. إلا بغينا نديروا هذا القانون تيتذكر على الدفع، ولكن إذا كان أكثر من الدفع وشنا هو الإبداع ديال المحامي؟ وعلاش غنديروا هذه الفتنة ما بين القاضي والمحامي والمواطن؟ بمعنى الان انه المحامي غيكون عنده اختيارين، غيكون امام جوج ديال السيناريوهات، اما انه يقوم بالواجب ديالو بحريه وبتلقائيه ويثير الدفوع التي يبدع ويعتبر بانها ممكن ان تقنع القاضي،
وبالتالي غادي يغامر بالموكيل ديالو، وبالتالي غيكون ملزم ولا مجبر باش يقول لي اخي هاد الدفعات اللي غندير وقعي عليها. النقطة الثانية متعلقة بهذا السقف ديال 30,000 درهم التي لا تقبل الاستئناف. يعني نعرف بأنه كان هناك سقف يعني في قانون المصالح المدني في 1974 اللي هو كان 3,000 درهم. بعد ذلك أصبح 5,000 درهم يعني اليوم. طبعا 3,000 درهم في 74 إذا قارناها مع 30,000 درهم اليوم يمكن نطرحوا تساؤلات حول القيمة، يعني من ناحية القيمة شنو القيمة ديالها يعني على أرض الواقع. إذا المبدأ كاين ديال السقف، واش 30,000 درهم يعني بالنسبة لك كتشوف يعني على مستوى الممارسة أنها فعلا يعني جات استجابة لطلبات يمكن كيقولوا أنه كاين بعض الشركات أو بعض الشركات ديال الاتصالات وشركات الخدمات اللي كتكون عندها دعاوى اللي قيمة ديالها يعني منخفضة وكتطلب منها مصاريف أكثر باش تستنفد جميع المراحل ديال التقاضي. يعني كيفاش كتشوف هذه المسألة أستاذي؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. زعما في الحق هو سؤال مهم جدا، هو سؤال اللي كيدخل في اطار ما يسمى بالخيار التشريعي، حتى ان القاضي الدستوري في الدول التي تعتبر القاضي الدستوري هو قاضي ماشي ايجابي قاضي سلبي، يعني حتى انه لا يمس بالخيار التشريعي. هذا خيار تشريعي ديال المشرع، غير هو الخيار التشريعي كما قلت في البدايه بانه خصو يكون في اطار سياسه عموميه اللي كتاخذ بهذا الاعتبار دراسات يعني سوسيولوجيه. يعني احنا دابا بالنسبه لنا احنا كقانون اللي كيكون قدامنا هو الاعمال التحضيريه، ولكن ما بنى عليه المشرع السياسه العموميه ديالو احنا ما كنحصلوش عليها. بالنسبه لنا كما قلتي ان تحديد سقف معين هو يعني خيار تشريعي ديال العديد من الانظمه يعني المقارنه، وبالمغرب كذلك هو خيار. المساله ديال 30,000 درهم ما يمكنش انني نحسب معك واش كافي ولا ما كافيش، غير هو خصنا نحطوا مبدا هو ان الدستور هو الحكم. الا كان هذا كان هاد 30,000 درهم سوف تقيد الحق في الولوج والحق في الطعن والحق بشكل عام في الولوج للعداله كحق من حقوق الانسان، تيكون هذا خيار ديال المشرع يعني في اطار السياسه العموميه التي يضعها المشرع. اللي ما يمكنليش انا اللي لان لا اتوفر على دراسات ولا اتوفر على مواطنات باش يمكن انني يعني علمتني يعني ما يسمى باش نقول لك لا ديستونس مع الموضوع، انني الحيد العلمي هو انني نقول بانني لا اتوفر على المعلومه، لا ادري. ظاهره التقاضي الكيدي يعني هي ظاهره التقاضي الكيدي، ما عندناش ظاهره احنا في المغرب ديال التقاضي الكيدي الذي يلمسها شكون؟ الدفاع اكثر في الدعاوى وفي المساطر المختلفه كيلمسها الدفاع اكثر. القاضي كيبت في ملفات محدده امامه، ولكن الدفاع هو الذي يلمسه واش كاين تقاضي كيدي ولا كاين، لان هادشي هادو يعني خصو يبان على دراسات ماشي يبان على غير. حنا بالنسبه لنا حنا الدعاوى ديال التقاضي الكيدي دعاوى شبه نادره في المغرب، ماشي كثيره جدا على مستوى الملموس، ولكن على مستوى الدفوع والاجراءات ف حقوق الانسان تفترض انك ماشي بالضروره. الان مشروع قانون المصالح المدنيه عطى المحكمه الصلاحيه انها تواجه يعني في حاله عدم القبول. المشرع كيعطي في التقاضي في الماده الجنائيه حتى حق الصمت، وبعض الانظمه كتمشي حتى انه ممكن انه يدفع ماشي غير يصمت، انه يحور الحقائق باش يدفع التهم على نفسه. هذا في المجال الجنائي، فما بالك المجال المدني. من حق الانسان انه الدفاع، انه يمارس يعني المساطر والاجراءات. المساله ديال واش مساله ديال واش كان تقاضي كيدي واش كان سوء نيه، هي مساله نفسيه، ما يمكنش انك تميزوريها بمعايير اللي هي موضوعيه، الا اذا كانت تبين ان معطيات مثلا كمحاوله مثلا ديال مثلا تلقين الشهود، المحاوله مثلا ديال غير. انا في اطار الحديث ديالي مع السيد وزير العدل السابق، انا معه لاني ما حضرتش المناقشه في مساله الدفوع اتحفظوا بشانها. انا نحكمه بغرامه الا كانت دفع، ولكن الا كانت عدم القبول لي يعني الدفع صعب جدا نقول نحكموا عليه انه دار دفع بعدم القبول او دفع شكلي الى غير ذلك. السياسه العموميه ديال هذا القانون هذا يتبين من خلال ان المشرع ارتاى انه يدير النجاح والفعاليه. النجاح والفعاليه كما قلت من خلال مجموعه من المساطر اللي كتبدا انها بطيئه، هذا كتدخل في حق المرتفق في الحصول على الخدمه الاداريه في داخل اجل معقول. اولا لانه كاين واحد كيقول لك اعطيني نصف حق ما تهضريش حق بعد 10 سنوات، احصل على نصف حق الان افضل من احصل عليه بعد 10 سنوات في جميع المجالات. النقطه اللي ممكن ان اسهم بها اكثر هنا ربما لا قلت تلك الفجوه التي لم تسد ربما هي مساله تنفيذ الاحكام القضائيه، راه هامه جدا، لان
ربما الصيغه اللي قبل هذه الصيغه هذه كانت فيها صيغه، وحاليا تم حينما تم التنصيص بشكل حقوقي جدا وتم توسيع الدائره ديال الاستثناءات من العجز، تم اضافه الادوات والاليات اللي كتساعد الاشخاص في حالات اعاقه وفراش النوم، يعني مجموعه من المقتضيات اللي استنبطت من الاتفاقيه الدوليه. ولكن على النقيض من ذلك تم استثناء اموال الممتلكات ديال الدوله. الماده 9 اللي كنا كنناقشوا كانت الماده 8 في القانون المالي، ماده 9 الان تم تشرشرها في القانون الاجرائي قانون المسطره المدنيه. صحيح ان اموال الدوله لازمه لمبدا سيارة المرافق المرافق العموميه، ولكن رصد ربما الماده 126 من الدستور التي تنص على ان احكام ملزمه للجميع، هناك خطابات ملكيه حول تنفيذ الاحكام القضائيه. يعني خصنا نحاولوا ما امكن، الا كانت الاحكام القضائيه ديال الدوله هي مرهقه لماليه الدوله فعلا، يجب ان نفكر في اليات بديله كما دارت مثلا فرنسا، انها حاولت مثلا ان تدير مثلا مستشارين، لان احيانا الدوله تتحكم احكام نتيجه اخطاء حتى احيانا مسطريه. هذا القانون المسطري باش خطير جدا، وفي الصفقات العموميه ومعنا الزميل الاستاذ سيموي، يعني ممكن انه اذا دخلت موضوع هون عاد شفتوا. اذا وربما شارك كاين اليات اخرى لحكام التقاضي ديال الدوله، مبدا التوقعيه في الاجراءات وفي المساطر ديال الدوله. يعني هذا هو النهج الذي اتخذته فرنسا، انها حاولت ما امكن انها ما تخليش التنفيذ ديال الدوله يكون مرهق للدوله، حتى نلجا ان نعصفه بحجمه الاحكام القضائيه. لماذا؟ لان التنفيذ هام في العملية القضائية، وهو أعقد وأهم مرحلة في التقاضي. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبو موسى الأشعري: لا ينفع حق لا نفاذ له. أتكلم بحق لا نفاذ له. وإحنا كنعرفوا أن التنفيذ يعني كان تجاذبات كثيرة جدا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية إلى غير ذلك، على اعتبار السلطة التنفيذية الأصل كان القاضي في الاسلام الحاكم حاكما ومشرعا الى، وكان القضاء يعني جزء من الامام الى غير ذلك، ولكن قوه الدوله تتضح اكثر في تنفيذ الاحكام والزاميه الاحكام من الجميع، حتى ان هناك انا جبت خطاب ملكيه في نفس العبارات. والدستور في 126 واضح جدا يعني نوجدوا اليات فعلا المرفق العمومي الاجباري يستمر، خصنا نكونوا نديروا التوازن، ولكن خصنا نعرفوا ان الاحكام القضائيه وحسنا فنمر على المشرع على مستوى التنفيذ راه على مستوى الجانب والجوانب المضيئه في قانون المسطره المدنيه. باش نكونوا واضحين كاين جوانب مضيئه جدا على مستوى احداث مؤسسه قاضي التنفيذ، رغم انني اقترح ان هنا هذا اقتراح شخصي ان قاضي التنفيذ ارى ان يعين بنفس الصيغه، وساقول لماذا، التي يعين بها قاضي التحقيق وقاضي التوثيق، وتكون عنده واحد الاستقلاليه ديالو وما نضيعوش الفرصه. لماذا؟ لان يعني هنا غادي ندوك على المستوى العملي واتحدث تحت رقابه زميلي الاستاذ سيمو، لان قاضي التنفيذ دائما غالبا كيكون نائب رئيس المحكمه، وحتى ما كانش رئيس المحكمه كتكون اختصاص ديال التنفيذ رئيس المحكمه، يختلط عليه في ذهنه بين انه يمارس مهام قاضي التنفيذ وانه ينوب على رئيس المحكمه. اذا تكون عنده واحد يتعين بنفس الطريقه، وتكون عنده واحد الاستقلاليه ديالو والتخصص ديالو والتفرغ ديال قاضي التنفيذ، الا بغينا نقضيو على الازمه ديال تنفيذ الاحكام القضائيه، لان هي الوجه ديال الدوله. النقط المضيئة كذلك باش نكونوا واضحين، انه تم تشرعنة مجموعة من الجهادات القضائية او تمت شرعتها تمت تقنينها في المدونة، من قبيل مثلا الاجل الاسترحامي اللي هو عمل قضائي، من قبيل مسطرة التراخي اللي دارت 218 ديال مدونة الحقوق العينية تم التنصيص عليه، ويجب ان داخل الجديد داخل اجل 10 ايام انه عليه ان يرفع الدعوة داخل اجل، ان نكون شوية معكم معياري قانوني، ندخلوا شوية ديال التقنية ديال الرجل القانوني الخاص، ما نبقاوش داخل اجل 10 ايام تم التنصيص عليها، وحتى الاعتراض او المنازعه في الحجز اجل 8 ايام يعني تم تقنينها. ويعني هذا المشروع هذا فيه العديد من الايجابيات، بقي ايجابيات كثيره جدا، على الاقل اننا مدعمين.